اجمد ناس على الكوكب، الناس اللي وحشها الهبد. جايب لكم النهارده شويه اختراعات. ده مفيش حاجه علميا، يعني ده جهل. كلمه السينما النظيفه، مفيش سينما نظيفه وسينما غير نظيفه. ده مصطلح غير علمي يدرسوا ويفهموا يعني ايه سينما، واللي فعلا اللي مش محترم ده يبعد ما يشتغلش. صح. انت مال امك، مال امك انت. الحمد لله. حضرتك طفحت كتير بقى مع الاخوان، ودلوقتي طبعا احنا بقينا في حكم المشير السيسي. احساسك بقى دلوقتي وانت نضجتي؟ انا شوفي الفتره دي انا اسعد واحده في الكون. مصر رجعت لينا بعد ما كانت بتضيع مننا، رجعت لينا ورجعت بقوه، ورجعت لنا الفرحه، ورجعت لنا الابتسامه. بس 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 هي ايه؟ هو هيصه في الكلام ولا ايه؟ إن بشار بيحارب مجموعة من المرتزقة الإرهابيين، لكن مش بيحارب شعبه. أهو شفت إبراهيم؟ ده التطبيل الأوفر اللي إحنا بنقول عليه. أنا تعودت باجي السعودية بس لما أكون هعمل عمرة أو حج. فإن أنا جاية وهحضر حفلة كبيرة ومهرجان سينما، ده تطور وطفرة. لا انا لا بتشال ولا بتحضن ولا بلبس ولا بعمل. شافوا فاتن حمامه، وشافوا شاديه وهند رستم وناديه لطفي وسعاد حسني في ادوارهم. اذا انتوا الناس دي بالنسبه لكم مش قدوه، انت يا زين ما اخترت، يا زين ما اخترت سميره بهيج. اذا انتوا مش محترمين التاريخ ده، التاريخ الفني العظيم ده والناس دي والاسماء دي، ما تشتغلوش. هو اللي فيه ايه؟ كل ما اجيب رقصه تقول لي مش رقصه. طب استهدى بالله، استهدى بالله، وانت كمان يا نوج استهدى بالله وقوم اقلع هدومك.